أعزائي المشاهدين من بحيرة طبرية الجميلة، أريد أن أتحدث عن معجزة إخراج الشياطين اللي حدثت في منطقة قريبة جدا من هذا المكان في كورة الجدريين. أعزائي المشاهدين من منطقة كرة الجدريين، بحب أتكلم عن معجزة شفاء مجنون كرة الجدريين اللي سكنته ألاف الشياطين، حدثت بقرب من هذه المنطقة. أنا موجود داخل أثارات قديمة، أثارات كنيسة بيزنطية يعود تاريخها إلى القرن الرابع. تستطيع أن ترى الأعمدة والأرضية من فسيفساء، وطبعا الحجارة البازلتية، لأنه احنا في غور الأردن، منطقة حارة جدا، منطقة بركانية. هذه المعجزة حدثت بالقرب من هذا المكان عند بحيرة طبرية. يقول الكتاب المقدس: بعد نصرة عظيمة، إشباع الآلاف وتهدئة العاصفة والتعامل مع التلاميذ، جاءوا إلى العبر الآخر إلى الجهة الأخرى. لقاهم مجنون كان مسكون بالأرواح الشريرة. طبعا المنظر مرعب، المنظر مخيف، لأنه هذا كان شبه يعني متوحش، مثل الحيوان الهائج المتوحش. شو كانت المشكلة؟ أنه تسكن الشياطين. عندما سأل يسوع المسيح عن اسمه قال لاجئون أو ليجون، تعني كتيبة تتألف من 6000 عسكري. وهنا طبعا نستطيع أن نستنتج أنه 6000 شيطان كان يسكن في هذا الجسد الواحد. فطبعا الصورة بشعة جدا عندما تسكن الشياطين الأجساد فتدمر وطبعا تخرب الأجساد، لأن هذه هي صفة إبليس. واضح أن هذا الشخص ترك المدينة. كرة الجدريين طبعا هي تبتدئ من هنا من بحيرة طبرية. يذكر الكتاب أحيانا الجدريين أو الجرجسيين، هذا مش تناقض، هي مدينتين في نفس الوقت تصل إلى منطقة الأردن وبالتحديد عند أم قيس. هذه المعجزة العظيمة حدثت هون. يسوع يواجه الشياطين بل ينتصر ويفضح الشياطين أيضا. عندما سكنت الشياطين هذا الإنسان، هذه الأرواح هي أرواح نجسة أو الروح النجس، ترك حياة المدينة وسكن في القبور. لم يقدر أحد أن يربطه أو أي أحد أن يذلله. كان يسير في منطقة القبور، وهنا أيضا اكتشفوا منطقة أو مقبرة قريبة من هذا المكان بعد المقابر، وبنوا تشابل أو بنوا كنيسة صغيرة للصلاة في نفس المنطقة. كان يصيح في القبور، كان يقيدوه بالسلاسل والقيود، لكنه كان يقطع القيود والسلاسل أيضا. كان يجرح نفسه في الحجارة. هذه صفة إبليس أحبائي. كان ذاك قتالا منذ البدء، فهو الكذاب وأبو الكذاب. السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك أنفس الناس. قال يسوع: أما أنا أتيت لتكون لهم حياة. إبليس عاوز يهلك هذا الجسد، عاوز يقتل هذا الإنسان، عاوز يتخلص منه، عاوز يبث الذعر والخوف في حياة الناس، لأنه كان يقطع القيود. وهون أحبائي منشوف صفات الشيطان. هو رئيس أجناد الشر الروحية، هو القتال وهو الكذاب أيضا. من ناحية نرى جبن أو خوف الشياطين والتملق. عندما رأوا الرب يسوع عارفوا أنه ابن الله وله الجلال وله السلطان
وله السيادة، فابتدأوا يتملقوا المسيح. من ناحية أخرى نرى قسوة الشياطين عندما سيطرت على هذا الإنسان سيطرة كاملة، أرادت أن تدمر حياته بالكامل. وأيضا من ناحية نرى أنه أيضا الشياطين هي الشياطين بتحب النجاسة والظلمة، وطبيعتها النجسة تحاول أن تنجس الآخرين. هذا الإنسان مثل ما ذكرت كان أقرب إلى الوحوش، كان يهاجم. فالشخص المليان بالشياطين دائما عاوز أن يهاجم، عاوز أن يقتل الناس، بيستخدم العنف، بيستخدم طرق أنه يتخلص من الناس. ومن ناحية تانية يتجنب عشرة الأصدقاء، بعيش لوحده، لا يريد أن يتعاشر مع الناس، لكنه في القبور وحده الشياطين بتلعب فيه شمال يمين وبتاخده بتحركه من مكان إلى آخر. وطبعا النجاسة لا تقترب من القداسة. أعزائي أواصل حديثي من كورة الجذريين عن معجزة شفاء أو إخراج الأرواح النجسة من مريض أو مجنون كورة الجذريين. أريد أن أبتدئ بالقول حيث حضور المسيح يهرب الحزن، يهرب الوباء، وتهرب أيضا الشياطين. لا تحتمل وجود المسيح، صرخت تعذبنا، عرفت أنه المسيح هو ابن الله، عنده الجلال، عنده السلطان. من ناحية أخرى منشوف شخصية المسيح وطبيعة المسيح، كان يأمر الأرواح النجسة فتطيع، فهو القادر على كل شيء، وهو الشخص العالم بكل شيء، عرف حال وأحوال هذا المريض. لكن بالسلطان المسيح استطاع أن ينتهر بل ينتصر على الشياطين. من ناحية أخرى نرى حنان المسيح، هذه هي رسالة وإرسالية يسوع المسيح، كان يتحنن، شاف أن هذا المريض معذب من الأرواح الشريرة، الأرواح كانت تعذب وتسيطر عليه، لكن المسيح بحنانه شفى هذا الإنسان. من ناحية أخرى نرى قدرة المسيح، إن قدرة الشيطان ما فيش طبعا مقارنة للمسيح، فكان لازم يستخدم القدرة ولازم يستخدم القوة. من ناحية أخرى منشوف حكمة المسيح بالتعامل الكامل مع هذا المريض والحكمة بالتعامل مع كل الموقف. من ناحية أخرى منشوف رحمة المسيح، جاء ليرحم مثل هذا الإنسان، ونرى أيضا محبة المسيح. دائما بالمناقض، يعني ابن الله يسوع المسيح جاء لينقض أعمال إبليس، كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جاء ليصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، لأن الله كان معه. هو قال عن نفسه: روح الرب علي مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، وطبعا المأسورين بالحرية. فهو جاء ليطلق الأسرى أحرار، جاء ليحرر، هو المحرر الأعظم. يقول كتاب: فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. عندما تعامل مع هذا المريض سألوا ما اسمه، قال: لاجئون، لأننا كثيرون، 6000 شيطان. لكن لاحظ في القصة أن الشياطين طلبت إذن من الرب يسوع المسيح، طلبت إذن لأنه عارف أن المسيح جاء، أتريد أن تهلكنا قبل فوات الأوان، إذن لنا أن ندخل الخنازير. وطبعا أذن للأرواح النجسة الشريرة
ودخلت قطيع من الخنازير في هذه المنطقة، 2000 خنزير. وطبعا الخنازير لم تحتمل، وهذا بيعطينا الصورة عن اللي كان يمر في هذا المريض، هذا الإنسان المعذب. 2000 خنزير ابتدأوا يركضوا، وفي هنا حفة قريبة من هذه البحيرة عملوا عملية انتحار، كأنه انتحروا في البحيرة، لم يستطيعوا أن يطيقوا هذه الأرواح النجسة الشريرة. البعض بيتساءل ليش حدث هذا الموضوع. احنا بنعرف بالنسبة لشريعة اليهود ممنوع أو محرم أكل الخنزير، لأن الخنزير هو حيوان نجس، ومسه أيضا يعتبر نجس. وهذه المنطقة كانت منطقة أممية، ما كانتش منطقة اليهود، المدن الأخرى كانت بالمنطقة الشمالية والجهة الأخرى. كان البعض من اليهود يسكنون هون، لكن كثير من الأمميين يسكنون هنا، بدليل أنه من هذه المنطقة وإلى الأردن كانت تسمى الديكابوليس، أي المدن العشر. شيء آخر، اكتشفوا قريب من هذا المكان معبد، بل مذبح لعبادة الشياطين، وكانوا على هذا المذبح يقدموا الخنازير عبادة. وطبعا هذا شيء رجس ونجس أمام الله، فأراد أن يدين الخطية ومسببات وعوارض الخطية، فالنتيجة أنه الخنازير انحدرت إلى الجرف وانتحرت هنا في بحيرة طبرية. فكرة احنا داخلين منطقة كرة الجدريين او الاسم الاخر الجرجسيين نسبة الى جرجسة او الجدريين من جديرة، كانت من الجهة الاخرى عبر البحيرة الطبرية. كان يسوع المسيح مع التلاميذ في القارب، واول ما وصل في الحال تقابلوا مع شخص شرس شرير لكنه مسكين في نفس الوقت، مشلول الارادة بسبب أنه كان مسكون شياطين كثيرة. وأول ما جاء المسيح سألوا عن اسمه، قال لاجئون، من كلمة ليجون، هي تعني كتيبة رومانية اللي كانت تتألف من 6000 جندي. فطبعا نتخيل المنظر الفظيع والبشع، أنه 6000 شيطان سكنين في هذا الشخص المسكين، مزلول ومستعبد بقيود الخطية، مستعبد للشياطين الشريرة اللي هي كانت تقوده وكانت تحركه من مكان إلى مكان. كان يصيح ليل ونهار، يصرخ في القبور، وكان يجرح نفسه بالحجارة، لم يستطع أحد أن يذلله، حتى القيود كان يكسرها بسبب القوة الشيطانية اللي موجودة عنده. فلما شخص بيصل لدرجة أنه يجرح نفسه، أنه بحاول يقتل نفسه، هذا إن دل على شيء بدل على بشاعة الخطية وبشاعة الشيطان لما بيسكن الإنسان شو ممكن يعمل في حياة هذا الإنسان. فجاء المسيح وأخرج الشياطين، لكن طلبوا منه إذن أنه يدخلوا قطيع من الخنازير. دخلوا قطيع الخنازير، فاندفع قطيع الخنازير إلى الجرف، يعني في بحيرة طبرية، وغرق كل القطيع. يمكن هاي المعجزة فيها خسارة مادية، أول ما نسمع واو 2000 خنزير ماتوا. كل معجزات المسيح معجزات رحمة ومحبة وحنان، لكن خلينا ندرك شيئين في موضوع الخنازير. أولا، الخنازير أو الخنزير يعتبر حيوان نجس ورجس حسب الشريعة اليهودية، حسب شريعة اللويين ممنوع اليهودي يمسه وممنوع يوكل من لحمه.
فكون انه الناس تتعامل بالخنازير كانوا بالاصل رافضين الشريعة، عدا انه المنطقة كانت منطقة وثنية. لكن السبب الاهم في الموضوع انه في هذه المنطقة اكتشفوا مذبح لمعبد كان يقدمه عليه من الاكتشافات ذبائح من الخنازير للآلهة الوثنية، وكأن المسيح أراد أن يبرهن وأن يثبت أن هذه الآلهة الوثنية وهذه العبادة الشيطانية ما في لها أي تأثير إلا تأثير سلبي فقط، وأنه في حضور المسيح وقوة المسيح الشر والشياطين بتهرب. وبالفعل المسيح أجرى عملية تحرير وتغيير في حياة هذا الإنسان، فرجع لطبعه ووعيه الكامل. يقول عن الكتاب كان جالس عاقل أيضا عند قدمي يسوع، ومش بس أخذ أكشن، أخذ شيء فعلي، طلب من يسوع أن يتبعه. لكن يسوع قال له اذهب وحدث بكم صنع بك الرب ورحمك، وابتدأ يكرز من بيته من هذه المنطقة، والكراز ابتدأت إلى المدن العشر اللي هي ديكابوليس، بتكمل إلى إمقيس في الأردن، وطبعا مناطق كثيرة من المدن العشرة الموجودة عبر الضفة الأخرى اللي هي في منطقة الأردن. فهذه المعجزة أجريت في هذا المكان. شفنا أحبائي طبيعة الشياطين المتوحشة التي تسيطر على الإنسان وتريد أن تهلكه. شفنا طبيعة المسيح صاحب السلطان والحنان في نفس الوقت. لكن الشيء المذهل والمدهش، أهل المنطقة، أهل الكورة في هذه المنطقة كانوا يعلمون هذا الشخص الذي يتألم ألم فظيع جدا من سكن الشياطين في جسده. بدل ما أنه يتعاطفوا معاه، بدل ما يحسوا في ألامه، طلبوا من المسيح أنه يخرج من المنطقة. كما قال أحدهم، كانوا أهل الكورة ماديين، بحبوا المصاري، بحبوا الفلوس، يمكن اهتموا في الخسارة تبعت الخنازير. كانوا أيضا جاحدين، وكانوا أيضا جامدين، يعني قلب متحجر، ما كانش عندهم اهتمام أنه هذا المريض شفية، بدل ما أن يمجدوا الله ويشكر الله على هذا الشيء. على أي حال، اللي بهمنا في هذه المعجزة إنه هذا المريض تمتع بالشفاء الجسدي، تمتع بالشفاء العقلي، وتمتع أيضا بالشفاء الروحي، شفاء جسدا وروحا أيضا. والدليل يقول الكتاب، لأنه كان عريان، كان يصيح يجرح نفسه، شعر إنه في هاي اللحظة لازم يتغير. طبعا مكتوب كان لابسا، كان عاقلا، وكان جالسا طبعا عند قدمي يسوع لكي ينهل من هذا النبع الذي لا ينضب، من المحبة التي تتدفق من قلبه، من حنانه العجيب وسلطانه القدير. هذا الشخص تغيرت حياته، بدليل انه على طول جلس عند قدمي يسوع بدل ما انه يستمر حياة سكنة القبور. هذا هو عمل المسيح أحبائي، يغير، يخلع منا كل شيء لا يمجد الله. فرحا أفرح بالرب، تبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه ألبسني ثياب البر، كساني رداء الخلاص. أحبائي، نعم، إن المسيح يكسونا هذا اللبس، لبس الخلاص. ثم أيضا كان عاقلا، كان متناقض الشخصية، صراع يجرح نفسه، محتار، المسيح ابن الله من ناحية، ومن ناحية أخرى يهاجم
يريد أن يهاجم المسيح أصبح عاقل، يعني متزن العقل، صاحي وواعي. طبعا جالس هذا دليل أنه أصبح تلميذ يتعلم عند قدمي يسوع. طلب من الرب يسوع أن يذهب ويتبع يسوع. قال له يسوع: بل اذهب وحدث بكم صنع بك الرب ورحمك. هذا الشخص في الحال أصبح شاهد وأصبح كارز، وابتدى من هذه المنطقة وكرز وشهد في المدن العشرة أي الديكابوليس. من شخص كان مسكون بالأرواح الشريرة أصبح يسكن في روح الله القدوس. من شخص كان مقيد بالسلاسل أصبح إنسان حر، بدل ما يكون في القبور أصبح يذهب إلى المدن والقرى يتكلم عن شخص المسيح الرائع البديع. يا صاحب القلب الذي أسر القلوب بحبه وأعاد للموت الحياة بفعل حب قائم، فشفى السقيم المقعد، أعطى الضرير البصر، أمواج بحر هدأ، جمعا غفيرا أشبع. يا صاحب القلب الذي أسر القلوب بحبه وجموع كانت تسمعك، تتعلم من حكمة فاك، ففتحت الثغر وعلمت، أشبعت قلوبا بغناك. ساعات عبرت والجمع آلاف احتشدت قد جاعوا، والخبز قليل والسمك غلاما يشبع بالكاد، غلاما يشبع بالكاد. فنظرت في حب لهم، أشبعت جوع جسدهم. يا صاحب القلب الذي أسر القلوب بحبه. أعزائي، يسوع المسيح ابن الله جاء لينقض أعمال إبليس، لأن الشيطان يريد أن يدمر حياة الناس، يريد أن يبتلع الناس كأسد زائر، يريد أن يغربل المؤمنين، يريد أن ينجس، ويريد أيضا أن يستعبد الناس بالخوف، يريد أن يسيطر. هو اللي يحاول أن يجرب فهو المجرب، وهو يشتكي يحاول أن يغوي ويسقط في الخطية، يحاول أن يدمر الحياة والكيان، يعمل عن طريق العالم، عن طريق الجسد، وعن طريق الخطية، يعمل عن طريق أيضا الأعمال السحرية. في ناس بتفتح أنفسها للشيطان، بتبتدئ من مجرد لعبة، فتح الفنجان أو قراءة كف اليد أو البخت أو الذهاب إلى عرافين لكي يكتب كتاب أو حجاب معين حتى يريحني، والنتيجة أن الأبالسة تبتدي تسيطر على الحياة وتقيد الناس بالخطية والشر. أنت محتاج بهاي الحالة إلى التحرير. احرق كل كتبة شخص كتب لك إياها، لأنه لازم تحتمي بدم المسيح، وقوة اسم الرب يسوع يستطيع أن يخرج الأرواح النجسة الشريرة. لربما أنت مقيد بالخطية، لربما أنت مستعبد بعبودية، لربما أنت محتاج أن تكسر القيود من حياتك. يمكن في تشويش، في فوضى، في ضرب، في لعنة في بيتك. تعال إلى المسيح وتحرر من قبضة إبليس، فهو يعطيك الحرية الكاملة ويمتعك بالشفاء الكامل، ويعطيك الاعتبار أن تذهب وتحدث بكم صنع بك الرب ورحمك. أعزائي، أوعك تتساهل بالخطية، أوعك تجازف أو تقامر. إذا بتلعب مع الشيطان لابد أنك تتجرح ولابد أنك تنأذي. تعال إلى المسيح، أطلب منه أن يأتي إلى حياتك، إلى بيتك،
وهو يعمل ويغير إلى التمام. هل كنت تعلمين أن ابنك يسوع سيمشي فوق الماء؟ أو هل تعلمين أن ابنك الحبيب يخلص الخطاة؟ أو تعلمين أن يسوع جاء ليمنحنا الفداء؟ أن ابنك الوحيد يمنحنا الحياة. هل كنت تعلمين أن ابنك الحنون سيفتح العيون وبيده يهدئ الرياح يأمرها بالسكون؟ أو تعلمين أن له تسجد كل الملائكة وإذ تقبليه فدا وجه الإله؟ أصلي من كل قلب أنك تنتبه من هذا الموضوع ويتطلب من يسوع أن يأتي إلى حياتك ويخلصك. إذا بتحتاج لمساعدة روحية اكتب لنا أو اتصل بنا حتى أسمع منك. إلى اللقاء والرب يباركك. يمكنكم مشاهدة هذه الحلقة وغيرها من البرامج على موقعنا الإلكتروني www.lfan.com. كما يمكنكم الاشتراك في مسابقة معجزات المسيح وإرسال إجاباتكم على عنوان معجزة@lfan.com.